أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تسطح فرحا وابتهاجا بمناسبة احتفالات الذكرى 52 على تأسيس قوة دفاع البحرين. وشملت تلك الاحتفالات على العديد من الفعاليات والبرامج احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية. ولا تزال ذكرى 5 فبراير شامخة تثير في نفوس العسكريين الشجن، وتبعث فيها ذكريات انطلاق أول ضوء لهذه القوة الأبية بتخرج الدفعة الأولى من مجنديها في 5 فبراير سنة 69، لتصبح هذه المناسبة العزيزة مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن الغالي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، باني هذا الصرح ومحتضنه وراعيه منذ الضوء الأول لهذه القوة بدعم وجهود المشارك الأول في بنائها وتأسيسها صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث غدت قوة دفاع البحرين في يومنا هذا رمزا للفداء والعطاء وعلامة مضيئة ومشرقة في وطننا العزيز وخليجنا المعطاء، وأضحت مصدر عزة وفخر لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.